جبت لكم الأوبن بوك اللي ناس كتير سألتنا عليه وطريقة تركيب والأسعار وكل التفاصيل هتعرفها في الفيديو ده. أهلا بيكم، معاكم أمير أسعد من قناة ديكور ورسم. زي ما حضراتكم شايفين الديكور اللي معانا في منتهى الجمال وفكرة جديدة، اللي انت بدل ما بتجيب بديل رخام ممكن تجيب الأوبن بوك. طب هو بيفرق كام؟ طب بيبقى أسعاره إيه؟ الناس ما تعرفش، هتعرف كل تفاصيل في الفيديو ده. وكل قطعة أنا بركبها هقول لك سعرها وهقول لك الإجمالي. أول حاجة هقول لك طريقة التركيب، وإحنا وشغالين القطعة اللي هشتغل بيها هقول لك سعرها. أول حاجة بنحدد اللوحين زي ما حضرتك شايف، وببدأ أراجع عشان تتأكد من المقاسات. وإحنا هنا عندنا ستارة على الشمال، فلو عندك ستارة زي كده بتبدأ من اليمين وبتنهي الحائط زي ما ينهي بقى، مش تفرق، أهم حاجة البداية تبقى مظبوطة. بناخد مقاس بديل الخشب وبنقطع بالصاروخ زي ما حضرتك شفت. بديل الخشب ده اللي هو سمكه صغير تقريبا سنتي كده، دوت بديل الخشب ده 20 سنتي العرض ب 300 جنيه. طبعا لو انت ما تعرفش مكان هتجيبه من العتبة من الرويعي، لو انت تعرف مكان اقرب ليك طبعا يكون احسن. اول حاجة بنجيب السيليكون العظم التركي، وبلاش تجيب المصري او الصيني لاني مش بيبقى جودته عالية. بتبدأ تجيب السيليكون العظم التركي، وده يعتبر أقوى حاجة في السوق، وبتحطه على ظهر بديل الخشب وبتبدأ تثبت. طبعا احنا بدأنا من اليمين عشان نبدأ مظبوط، وطبعا عندنا ستارة في الآخر مش هتفرق معانا لو انتهت بنص لوح أو ربع لوح أو الكلام ده كله. احنا أهم حاجة من البداية والشكل يبقى بداية الحائط يبقى مظبوط زي ما حضراتكم شايفين، عشان كده احنا بدأنا. لكن انت لو عندك جنب محكوم يمين وشمال طبعا هتبدأ من النص وهيجي يمين وشمال حسب بقى ما هيجي. بعد كده بنجيب الستيل، بعد ما ثبتنا الشرايح بديل الخشب بتاعتنا، الستيل دوت 5 سنتي العرض. طبعا الستيل ده بيبدأ من 60 جنيه، 70 جنيه، 80 جنيه حسب المكان اللي انت بتشتري منه، بس طبعا لو هتشتريه من الرواعي بيبقى ارخص شوية. طبعا بنحط سيليكون عظم تركي زي ما حضراتكم شايفين كده، وبنبدأ نثبت الشريحة بالطريقة اللي حضرتك شايفها وبتدوس عليها كويس، وبعد كده بتأمن عليها بالتيب او اللزق. وبناخد مقاس بديل اللوح اللي احنا شغالين بيه، بديل الرخام الاوبن بوك، وبنبدأ نفصل القطعة اللي احنا مش محتاجينها زي ما حضراتكم شايفين كده. بنعلم وبنجيب القطر وبنبدأ. طبعا احنا بنزود كام ملي وانت بتقطع عشان تبقى ضامن بعد كده لو الوزرة فيها عالي واطي تقدر تعالج الموضوع ده. بتبدأ بعد ما بتعدي بالقطر اكتر من مرة بتبدأ تفصل الجزء بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها كده. بعد كده بنبدأ نراجع على المقاس، طبعا لقينا في حاجات بسيطة زيادة، فبتبدأ بالصاروخ تمشي بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده، بتعلم بالقلم الأسود مكان الزيادة وبتبدأ تشيله بالصاروخ بطريقة سهلة جدا. بعد كده بنجيب السيليكون العظم التركي، طبعا كان جاي لي صيني في السيليكون، وكنت يعني كان مش هينفع نجيب غيره، المكان ما كانش فيه حد هناك بيبيع سيليكون، فانا ضفت السيليكون الصيني في النص وبدأت في الطروف أأمن بالسيليكون العظم التركي، بس طبعا لو كله تركي هيكون أفضل، بس طبعا الصيني يعني هو بيمسك بس هو بيبقى مش قوي زي التركي. بس انت لو انت اتحطيت في موقف زي ده هتأمن الحروف بالسيليكون العظم التركي عشان تضمن ان الدنيا تبقى كويسة. بعد كده بتبدأ تظبط اللوح بالطريقة اللي حضرتك شايفها، وبتبدأ تظبط الستيل مقاس واحد، ما يكونش الستيل اللوح داخل من جزء اكبر، يعني انا بالمتر اهو ببدأ اظبط علشان المقاس يبقى فوق زي تحت، وبتبدأ تخبط على اللوح كويس جدا بحيث ان انت توزع السيليكون. لو لقيت جزء ناقص زي ما انا حطيت له كده سيليكون بتزوده. بعد كده علب الكهرباء بتبدأ تضيف السيليكون بالطريقة، يعني تحط لزق الاول وتضيف سيليكون وبتبدأ تطبعها في الظهر زي ما حضرتك شايف كده. طبعا الاوبن بوك شكله شيك جدا،
طبعا دي بترجع لحسب اللي قاعد في المكان، او هو قابل ايه، او الشكل اللي قابله هيركبه ايه. طبعا طبعت في الظهر، فانا بقطع اصغر زي ما حضرتك شايف، انا بخليني في الاضمن اقطع اصغر، وبعد ما اللوح يتثبت على الحائط ببدأ افتح على قد العلبة بتاعة الكهرباء، عشان لو اللوح اتهز شوية وانا بثبته او حاجة ما يبقاش فيه مشكلة، يبقى خلينا في الاضمن نقطع العلبة اصغر. تبدأ تحط 2 سيليكون عظم زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا السيليكون كان جاي لي تشكيلة رصاصي وأبيض، ومش تفرق الألوان يعني. بتبدأ تثبت القطعة التانية بتاعت الأوبن بوك. طبعا الأوبن بوك دوت اللوح ب 950، الاتنين ب 1900. طبعا البديل الرخام العادي بتلاقيه ب 750، ده أغلى شوية يعني. بتبدأ تثبت البديل الأوبن بوك زي ما حضراتكم شايفين، وبتبدأ تضغط كويس جدا على اللحام، لأن ده شكل لازم يتجمع، ويتجمع بطريقة يعني فيها إتقان شوية، عشان في الآخر ما يبانش اللحام قوي. زي ما قلت لحضراتكم قطعت أزهر، وببدأ أقطع على فتحات الكهرباء بالظبط، ودي يعتبر أضمن حاجة، اللي احنا ما نفتحش فتحة كبيرة، احنا نفتح على قد، وبعد كده بنبدأ نفتح على قد مكان المسمار والشاسين. ويفضل طبعا اللي انت تركب على طول بعد ما بتخلص القطع بتاع بديل الرخام، بحيث اللي هو برضك يمسك الجزء دوت يكون أفضل يعني. وهنبدأ نركب الشريحة الستيل التانية. طبعا انا قلت لك كده بديل الخشب 300 جنيه، اللي هو السمك بتاعه مش عالي، غير اللي هو 17 العالي، ده شكل وده شكل، ده ب 300 جنيه. الاوبن بوك الاتنين 1900، الواحد 950 زي ما حضراتكم شايفين كده. الستيل 80 جنيه. بتبدأ بقى تكمل بديل الخشب زي ما حضراتكم شفتوا. طبعا احنا في الاخر مش هتيجي واحدة كاملة، احنا كان مهم ان احنا نبدأ الحائط مظبوط زي ما حضراتكم شفتوا، وهنبدأ نقطع القطعة الاخيرة بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها. طبعا انت بتقطعها بالقطر يعني، بلاش الصاروخ، علشان الصاروخ لو اتعوج شوية او حاجة هيخلي الشكل مش ظريف، لكن القطر بتقدر تتحكم فيه زي ما حضراتكم شايفين كده. بنبدأ نركب آخر قطعة في الحائط وبنثبتها كويس، وآخر قطعة دي أو أول قطعة بنزودها سيليكون شوية. عقبال ما هفنش الحائط ونشيل الاستيكر من عليه، هقولك أسعار الحاجات تاني، وهقولك الإجمالي كام. بديل الرخام الأوبن بوك 1900، الاتنين الواحد 950، 8 بديل الخشب 20 سنتي ب 2400، الواحد 300، 2 ستيل 160 جنيه، الواحد 80 جنيه، ستيل 5 سنتي العرض، 8 سيليكون عظم الواحد ب 800 جنيه. يعني إجمالي الحائط اللي حضرتك شايفه دوت الخامات بتاعته، لأن الحائط دوت يعني في رينج 4 متر كده أو أكبر شوية، إجمالي الحائط اللي حضرتك شايفه ده 5260، يعني 5300. دي الخامات بتاعة الحائط. طبعا لو عند حضرتك حائط أصغر هيتكلف أقل من كده. بنبدأ نشيل الستيكر اللي على بديل الرخام زي ما حضراتكم شايفين. طبعا لو اللحام باين شوية ده سيليكون، وانا هشيله دلوقتي، بحيث لو في اي سيليكون في اللحام بتبدأ تفنشه، بحيث اللي هو برضك ما يبقاش ظاهر يعني في النص كده في سيليكون بارز ممكن حضراتكم تكونوا شايفينه. فانا هبدأ بالقطر اشيله بالراحة كده، بحيث اللي هو ما يبانش اللحام زي ما هو باين يعني. ببدأ افنش الحائط زي ما حضراتكم هتشوفوا كده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك، لو انت مش مشترك معانا في القناة اشترك وفعل الجرس ليصلك كل الفيديوهات الجديدة. اشوف حضراتكم على خير في الفيديو القادم ان شاء الله.